سلسلة ينابيع تجعل من عين وادي الزرقاء إلى الشمال من مدينة رام الله موطنا للعديد من الأشجار والحيوانات البرية، ويبدو أن هجران المزارعين للزراعة حول الينابيع ترك الأراضي بورا، لكن الحاج محمود رضوان ما يزال يحافظ على مصب ماء عين العراقية ويستغلها في ري المزروعات. من 52 وأنا في الأرض هذا، بكيت في الأول يعني قبل عسكري في الجيش الأردني، وطلعت من الجيش وجيت هذه أرضنا وقعدت صرت أزرع وأكلع من سنتها وأنا مزارع يعني في الأرض هذا. هذا الأحراش برضو صرت أنظف لأنه قريب إلنا، وزرعت الجبل يعني سويت مستنبت ولكمنا الشتل منه وزرعنا الأحراش هذه. الحاج الثمانيني الذي يعيش وحده في الوادي يعمل على حماية الأحراش من أطماع المستوطنين الذين يحاولون اقتحام المنطقة للاصطياف بها بحماية جيش الاحتلال. بيجوا المستوطنين هان وبسوا معهم مشاكل وطشات وضربوني. الأرض اللي صاحبها بظل واجد فيها بحميها، والأرض اللي بتهتل فيها وبتدشرها اليهود بأخذوها. وبحسب الدراسات فإن عمر المنطقة يعود للإنسان الأول، وهو ما يزيد من أطماع الاحتلال الذي بات يحيط المنطقة بالمستوطنات من كل جانب. احنا في وادي هو امتداد لوادي نطوف اللي يقع غرب منا، وهذا الوادي اللي كان فجر الإنساني، في أول إنسان على الكرة الأرضية عاش في هالمنطقة، ولعل ذلك هو أحد الأسباب اللي تخلي المستوطنين يستهدفوا هذه المنطقة. منطقة وادي الزرقاء اللي موجودين فيها اللي تقع شمال قرية بتلو هي عمليا وادي بيمتد ليوصل في نهايته بصير اسمه وادي جنته، وهذه المنطقة فيها قرابة 40 نبعة مي، في منها لا زال تتدفق المي منه وفي شيء خربان للأسف بسبب إهمال الناس. ورغم أن الوادي صنف كمحمية طبيعية بعد دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي للإنسان والطبيعة، إلا أنها تفتقر للخدمات والبنى التحتية وتعريف الناس بها، وهو ما يحول دون وصول المواطنين إليها. حمزة السليمي، تلفزيون وطن، من عين الزرقاء شمال مدينة رام الله.